إذا اليوم هذا الوعي اللي كيعبر عليه الشعب واللي حنا قلناه وكنا ربما من الأوائل اللي عبروا على ذلك، لا كحزب شراكي موحد ولا كفدرالية اليسار الديمقراطي، قلنا بأن الحملة ديال المقاطعة كتعبر على وعي ديال الشعب. طبعا الحال ماشي غير ثورات الجياع أو ثورات الفقراء، لا، هذا وعي، ولكن واحد الوعي اللي خصنا نقوله بكل تواضع بأنه محتاج إلى جواب سياسي، لأنه كنشوفوا ها هو الناس كتنتظر يمكن يلتفوا عليهم عاوتاني إلا ما كانش يعني واحد التنسيق واحد الشبيك اللي غادي يجعل من هاد الحركات وهاد الاحتجاجات وهاد المقاطعة تخلق واحد العامل ديال الثقة مع السياسي، ربما ماشي السياسي التقليدي كيف كيشوفوه الشباب واللي كيرفضوه، لا ما عجبوهمش السياسيين وعندهم الحق ما يعجبوهمش واحد العدد ديال السياسيين، لأن واحد العدد ديال الناس بقات متشبته بالكراسي 40 عام وما عمرهم ما طبقوا شي حرف من داك البرامج اللي كيديروا، وملي كيعملوا الانتخابات ديالهم كيديروها ماشي نزيهه وكيكون توزيع الاموال، يعني الناس يعني هادشي اللي ادى للعزوف في البلاد ديالنا 70% ديال المغاربه ما مسوقيش، وهادشي فيه خطر حتى على المشروع ديال بناء الديمقراطيه، لان لقينا الناس كتقاطع الانتخابات صافي مشينا في حالنا، لان كاين غير التيارات الماضويه السلطويه المتجدده هي اللي غادي تحكم فينا. هاد الشيء اللي بغيتو التغيير خصنا التغيير مع الجديد، هاد 70% انا كأتفهم كاين البعض اللي داير مقاطعه بقناعه شغلو هذاك قلال، كاين واحد العدد ديال الناس مقاطعين غير حين يطلعوا لهم هذوك اللي كيشوفوهم في راسهم، وانا كنقول لهم بالعكس، حتى الناس الزفزافي ملي كان قال الدكاكين السياسيه وخداوها مورا واحد العدد ما كانش كيعني بها الاحزاب الجاده المناضله بحال الحزب ديالنا ولا الاحزاب ديال الفيدراليه ولا بعض الاحزاب. ورغم ذلك انا كنقول والاحظ العالم كله كاين حركات احتجاجيه اللي هي مختلفه على العمل التقليدي ديال الاحزاب التقليديه، وحنا ماشي غير رفعنا شعار مثلا في المؤتمر ديالنا قلنا دعم الحركات الشعبيه، حنا قلنا دعم تندعموهم، حنا ما غاديش نجيو قدامهم، حنا معاهم في الصف وما تنخافوش، ومشينا حتى عندهم ومازال غادي نمشيو وكنوقفوا معاهم في محكمة، هذا اقل ما يمكن نديرو، وكنستقبلوا العائلات رفقنا هادشي كله غير كافي. انا كنقول يجب الدعم ديال هذا الحراك الشعبي بالموازاه، خاص يكون نظام من اجل هذه المساله ديال الفصل ديال السلطه والمطالبه بالاصلاحات الكبرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.